إيمات. إسماعيل وشخص. إسماعيل زوير. إبراهيم. صافي جالس. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه لجميع المشاهدين والمتتبعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش. اذا مباشره متتبعين الاوفياء من مدينه العرائش، حاله ديال الاختفاء، طفل عنده 13 سنه 13 عام 14 اختفى في ظروف غامضة، هذه 3 شهور غادي يخرج وما بانش للأسف الشديد. وجداته هي اللي حاضناه بعد ما توفات الأم ديالو. جداته راه كتعاني في صمت، ما خلات فيه قلبت وما خلات فيه مشات وفيه جات، وكطالب من الناس أي واحد شافو أو عرف عليه شي حاجة يتواصل معها عبر رقم الهاتف ديالها. فندق الشجرة على حسب القول ديالها اللي قالت راه كيتواجد في مدينة طنجة، واي واحد شافلو او كيعرف عليه شي اثار يتواصل معاه ويجيبو. راه عيات ما تحماق بالبكا وكطالب انهم يرجع للدار ديالو، راه غير بوحدها عايشه. تفضل الحاجه. الله يرحم الوالدين. توقف معنا. شكون معنا هذا؟ انت ولا هو؟ تفضلي هضري مع الناس. هضري. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يرحم الوالدين. توقف مع هاد العائلتي والله يوقف معكم. امتى خرج الحاجه هذا؟ هادي 3 شهور دابا. شحال عنده من سنه؟ عندو 14 عام. من بعد ما ماتت الام ديالو ياك؟ ها؟ واش من من ماتت الام ديالو ولا شنو؟ لا خلات بلاصه. دابا هو بوحدو هو. شي 3 شهور دابا باش خلات. دابا هو طالي 3 شهور. واخا احكي لنا احكي لنا دخل. 3 شهور. كان كان صنعا وهرب من صنعا ودا واحد العين من هنايا في الوباء طيش وزاد به تما. فين زاد به؟ زاد طنجة. راه فندق الشجرة. قال لي ولد عمو البارح قال لي راه فندق الشجرة مع العيال. واش باغي يحرق ولا شنو؟ ما كيبات تما في هذاك الفندق. مشيت لتما قلبتي عليه؟ بغيت ما نقلب والو. فقالوا لي دابا شافوا الدري قالوا لي راه فندق الشجرة. كتباتي وكتخيلي تبكي عليه واقيلا ياك؟ كنبكي وانت شتي دماغك يهود انت كتبكي. عز عليا يما ميتا با محبوس. وجعلنا من الله يوقف معكم اولادي. الله يوقف معكم. الله يوقف معكم. لا تدخلوا عند الايتيم. انا ما عندي مال من انا مرا كبيره ما قدرتش نمشي لطنجه. ما كنعرفش نسافر لطنجه. كان معمر عليك الدار ياك؟ انا هنايا معايا وشكون اللي زاقو هنايا. كان معمر عليك الدار هو؟ لا ان شاء الله ما كيجي يجي حتى زوج لي وحده لي اللي تخسر. كل شيء كما كان. تقلب. دابا انت كطالب بلي شافو يجيبو لك لهنايا. يجيبو لهنا ولا ولا ندير اللي قلت لك. لا جا لهنا. راه عيط طفولة. ها؟ بدي ولا عيط طفولة. ايه؟ تيخرج بواه ما يخرج. لا جاب لهنا يولي كيما كان. ولا لا؟ ولي كطالب يقولوا أي حاجة كتقول. ولا يجي لهنا. وغادي يتعقل عاود ثاني يولي يولي ثاني يزيد يطيش. راه عيط طفولة هما اللي غادي يحميوه. ربي واش تما تيخرج بواه يقدر يولي يهرب على زين تما باه تما من هنا ما يقدر يهرب. لا هنا ما يقدرش. خلطو واش كلمت؟ اه تدخل دخل. لا خلي على الوالده تهضر صاحبي انا وليت كيفاش انا اللي حنا هو اللي معايا. دابا انت مصدومه عليه وبقى فيك الدري مليوح في طنجه لا حنين ولا رحيم وتا واحد معقل عليه. تا واحد احبابه ما كيهضروش عليه وانا حنا يما باباه ما عز عليا قدرش. ها حنا قالت ما بداش عليا لاباس عليا قالت ويا راجل حاكم فيها وانا ما عندي راجل انا كنحكم في راسي. ما عز عليا حيت هو محسوب كبحال واحد من الكبده. راه ولد ولدي ماشي جاني من الخلا. ها الكبده ديالي ماشي جاني هو القتل ربي كان ما تقدرش يعز عليك.
ما كرهتيش يكون معاك هنا بعدا يعمر عليك بعدا؟ الله يجزيك. دابا انت كطالبي من اي واحد شافوك يجيبوا لك لهنا ياك؟ اي يجيبوا الله يرحم الوالدين. راه خايف من خالو، وخالو انا غير ما يجي ما ياك عفو، خالو راه سني، راه عندنا كاين هنا هنايا، عندنا كاين. ما تعرف خالو سي محمد، ما تعرف خالو. ايوا هو عنده هذا بكدية. إذن كما سمعتوا للأسف الشديد المتابعين الأوفياء، السيدة هذه من بعد ما خرج ولد الابن ديال ولدها، خرج من الدار هذه 3 شهور، خرج ما جاش، وكطالب من أي واحد شافه أو عرف عليه شي حاجة يحاول أنه يقول له رجع لداركم، رجع راه الجداد ديالك راه حناك كما كنقولوا حنا، راك أيات ما تحماق بالبكا، أيات ما تقلب عليك ما خلات فيه مشات وفي جات، وراك أنت معمر عليها الدار. نعم تفضلي حاج. لذلك كما سمعتم متبين او في السيده راه كتعاني في الصمت، وكطالب من المحسنين ومن الناس انهم يتعاونوا معها ويقلبوا على هذا الدري هذا اللي خرج وما جاش. طفل طفل عنده تقريبا 13 ونص حتى 14 سنه، خرج وما رجعش هذه 3 شهور تقريبا، لحسب القول ديال جداته انه قالت بانه كيحلم انه يمشي يخرج خارج الديار المغربيه، يعني يخرج لاوروبا يمشي يحرك. إذن كنتمناو من الجميع أي واحد شافو أو عرف عليه شي حاجة يتواصل معاهم عبر رقم الهاتف ديالهم اللي وضعناه لكم، راه الإشارة. الأم الجدة ديالو راه كتعانات وكتعاني، كتقيل تبكي بالليل وبالنهار عليه، ياك الشريفة؟ قولوا راه قالوا له فندق الشجرة، ما عندك الدواء ولا شنو هادوك خلاف. على حسب ما سمعتو راه قالت بأنه كيتواجد في فندق الشجرة في مدينة طنجة، على حسب القول ديالو وعلى حسب اللي قالوا له الناس اخرين، وكطالب من جميع المشاهدين والمتبعين وفي قناه شوف تي في انهم اي واحد شافوا او عرف عليه شي حاجه يتواصل معهم عبر رقم الهاتف. راه السيده راه كتعاني في صمت من نهار اللي خرج الابن ديالها وما رجعش، حتى الناس ما كيجيهاش قوت البكاء، ياك الشريفه؟ كتبقى تبكي عليه. انت كتشوف الدماء، انت كتشوف الدماء، شفتي الدماء ديال كيعاودو ما كان كيش كي قارت باه قارت مو. اي والله يرجعوا على خير. يما ميتا وباه في الحبس. ايوا شوقة تلقى يما، يما ما كاينش باه ميت ويتيم ما عندو والو، طنجة ما عندو تا واحد، لي خال لي عم لي والو. إذا هذا نداء كنوجهو للجميع انهم يبارطاجيو على اوسع نطاق، بغينا الصوت ديال السيده هذه ديال المسنه هذه يوصل للابن ديالها اللي خرج وما رجع عليه 3 شهور هذه وهي كتعاني في الصمت، 3 شهور هذه وهي كتعاني في الصمت من بعد ما خرج هذا الطفل هذا اللي عنده تقريبا 13 سنه. اذا كنشكر جميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش، تحياتي للجميع.